إذن يا سادة إحنا سرنا مع الله سبحانه وتعالى وبقينا سرنا في طول رمضان مع القيم والأخلاق، مع سيرة حضرة النبي، مع النور والبركة، مع نسائم الجنة. تخيلوا، أنا ما كنتش قادر أتصور أن رمضان هيبقى رمضان من غير ما نكون مع حضرة النبي، لأن أصلا رمضان بكل تفاصيله بكل هباته بكل كرمه كان سببه وبابه الأعظم وباب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده السيرة اللي احنا سرنا فيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا ان حضرة النبي قعدنا قدامه ومشينا وراه واحنا بنتعلم في مدرسته، بنتعلم في مدرسته ازاي نكون عباد وازاي نكون معمرين وازاي نزكي انفسنا. كل اللي احنا شفناه مع حضرة النبي وهو بيجبر الخاطر، وهو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعم الناس المكسورين، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحن على الأطفال، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي خاطر المرأة، وحضرة النبي وهو إزاي بيدير الحوار ويقنع الناس، وحضرة النبي وهو كمان بيعلمنا إزاي في المصاعب نقدر ننفذ ونقدر نشوف الحياة بعين مليانة بالنور والبركة. حضرة النبي علمنا إزاي إن الحياة بتبقى أكثر نورا، وزي ما احنا دايما بنقول إن سيرة حضرة النبي بتعلمنا إن احنا نسير معه، لأن السيرة حياة، فنسير مع حضرة النبي فحياتنا تتملي يسر. بعد ما نعرف السر اللي هو أودعه في سيرته، إنه السر اللي هو الحبل الممدود بيننا وبين حضرة النبي اللي يخلي النور متصل ويخلي النور كمان واسع وبيوسع حياتنا، فيفضل نور حضرة النبي معانا بسر قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وده معناه إن حضرة النبي حياتي خير لكم وحياتي خير لكم، لأن سيرته بتخلي حياته معانا صلى الله عليه وسلم ويسري نورها في حياتنا. حضرة النبي عشنا معاه وهنعيش معاه، احنا خلاص في رمضان ده اتعلمنا ازاي نقدر نعيش مع حضرة النبي، ازاي نقدر نشوف جماله وازاي نقدر نشوف حياته، وطبقنا فعلا ان احنا نقدر، صحيح مش هنقدر نعيش عصر النبي لكن نقدر نعيش حياة النبي، حياة النبي بجمالها بقيمها بأخلاقها بحلاوتها بلطفتها، ازاي حضرة النبي كان يلاطف، ازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب، طيب بمعنى ان حضرة النبي ما كان كل ما يتكلم الناس ترق، كل ما يتكلم الناس تحن، كل ما تتكلم الناس يطيب خواطرها، كل ما يتكلم الناس تحس ان في حاجة حلوة بتطلع منهم. حضرة النبي علمنا ده، واحنا نفضل مع حضرة النبي وهنمشي معاه على طول. وتعالوا ندعي في ختام هذه الرحلة المباركة مع حضرة النبي، ندعي بدعاء نجدد فيه العهد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسسنا بأن رمضان خلاص، رمضان مش وقت وراح، لا، رمضان ده كمان معنى بيسري فينا بيجدد الأفراح. تعالوا ندعي ونقول: اللهم إنا نعلم أن هذه آخر ساعات الشهر الكريم، ولكنك يا كريم والكرام لهم عادات أنهم يتولون الأفقراء ويعطون في الخواتيم ما لا يعطون في سائر الأوقات، فيا كريم هذه آخر الساعات، فنسألك يا مولانا أن تجعلها منزلا للهبات، ونسألك يا مولانا أن تنشر فيها الفرحات. اللهم أفرح قلوبنا يا مولانا بأنك قد قبلتنا، وأنك ما أخرجتنا من هذا الشهر إلا وقد طيبت خواطر كل المساكين وكل الفقراء، وأنك قد طيبت خواطر المكاسير الذين يريدون أن يسيروا بعرجتهم إليك. فيا كريم يا ودود، أكرمنا بأن تقبلنا في رمضان، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبت على قلوبنا إني كريم، وقد وعدت عبادي الفقراء أن أكرمهم، وقد أكرمتكم يا عبادي. اللهم اجعلنا من المكرمين بكرامتك يا رب العالمين، أغننا يا مولانا ووسع أرزاقنا واقبلنا يا سيدنا. هذه ساعات الإجابة، نسألك يا مولانا ألا تخرجنا من هذه الساعات إلا وقد طيبت خواطرنا بأن وسعت أرزاقنا وشرحت صدورنا وجمعت بيننا وبين حضرة النبي جمعا ليس بعده فرق، وأجعلتنا يا ربنا ممن يذوقون حلاوة أنهم يسيرون مع حضرة النبي على كل حال. يا رب يا كريم يا ودود يا لطيف، منا من قصر في رمضان، فحاشاك يا مولانا أن تخرجه من رمضان إلا على ما تحب
فأكرمه وخير حاله إلى ما تحب. يا رب يا رب العالمين، نحن نعلم أنك تنظر إلينا وأنت لطيف كريم، فاللهم إني أسألك أن تجمل وجهي وأن تجمل قلبي وأن تنورنا وأن تنور بصائرنا بأنوار اليقين من أنك تنظر إلينا، تنظر إلينا بودك، تنظر إلينا بمددك، تنظر إلينا بعطفك، تنظر إلينا بلطفك، فأدم علينا هذه النظرة، ووسع يا ربنا مشهدنا حتى ننال مسعدنا يا رب العالمين يا كريم يا ودود. والصلاة والسلام عليك أيها النبي الذي كنت معنا وكنا معك، ونقول لك وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. ليالينا كلها كانت منورة، وأيامنا كلها كانت منورة بجمالك يا حضرة النبي، ووعد إن إحنا نستمر على الدوام معاك وفي حبك، وكمان نغوص في أنوار سيرتك المباركة عشان تظل تفتح لنا باب اليسر وباب السرور. اقبلنا يا رب في صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يا كريم يا ودود يا رب العالمين.